向かってくるのか。お前はもう死んでいる。何？لا بتتشمس شوية. خلي بالك يا مهام، ام شعر احمر اللي كلمتك بعد ما قتلت اول منافسة هتشهد ضدك في المحكمة لو ما قتلتهاش. العب ياندري واقتل ام شعر احمر لانها بتشهد عليك في المحكمة. ما تنساش تقتل ام شعر احمر اللي في نادي الطبخ لانها في اخر اللعبة هتشهد ضدك انك قتلت. مهام فكرت بنت ام شعر احمر اللي قالت لريوبا انها شافتها وهي بتاخد السكينة، هي هتشهد ضدك في المحكمة. ام شعر احمر الطباخة شك فيك بسبب السكينة بتاعت الرايفل الاولانية. انصحك تقتل ام شعر احمر بالاخر راح تشهد ضدك. ام شعر احمر، ام شعر احمر، ام شعر احمر. هي دي اللي مزعلكوا؟ Yamato Nadeshiko. It's a phrase that refers to the traditional Japanese concept of the ideal woman. Mm-hmm. A woman who is pure and feminine, gentle, graceful, humble, patient, faithful. توظف المواصفات دي كلها، المهم تكون جيمر. Meek, quiet, timid, keep the house clean, bear lots of children. Respect your husband, no matter what. Know your place. Yamato Nadeshiko. It's often said that this type of woman is going extinct. That it's rare to find a woman who embodies those traits in this day and age. ده الكلام ده زمان في الثمانينات، ما بالك دلوقتي؟ يعني أنا جاي من المستقبل يا ريوبا وأحب أقول لك إن النوع ده لسه نادر. But there's one girl at Akademi who fits that description perfectly. Ooh, البنت المثالية. The most popular girl in school. Every boy wants her. Every girl wants to be her. بس مش جاي. Even my senpai has fallen under her spell. عشان مخفل. Well, it's time to break the spell that this witch has cast over the school. I'd like to stain her perfect reputation. آه. And turn her adoring fans into her enemies. هسوق سمعتها. بنت مثالية على نفسك، فيش الكلام ده. سمباي ممكن اتكلم معاك؟ اه اكيد طبعا، ايه الاخبار؟ كنت بفكر فيك النهارده الصبح وحضرت لك الاكله دي. ده بجد عملت لي اكل، انت ما بتزهقش يالا؟ كل بنت تتعرف عليها بتعمل لك بنت الصبح. هو انا اسف كنت شفوت اعمل لك حاجه من غير ما اخد اذنك؟ اه لا مثاليه قوي مؤدبه ما شاء الله. اه لا ما فيش الكلام ده، هاكلها طبعا. انا عيل مفجوع والله، عيل مفجوع. Don't waste your time. You don't scare. شايفه بيقل ادبه ازاي؟ اهو عيني عينك اهو قدامك، بصي عمال بيهددني وبيقول انا عارف انت عملت ايه وما عملتيش ايه. يا لهو على سمعتها. بص 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 المعجبين بتوعها، بص عاملين ازاي حلاوتكم. انا اسف على اللي انا هعمله، انا عارف انها تعبتك معايا. لا اله الا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. اوكي نقرا المذكره بتاعتها. تمام، طلع عندها اسرار وفضايح وحاجات كتير معفنه ما ينفعش حد يعرفها اساسا. ده هيفيدني لما اجي اسوق سمعتها. كوماتو فاناكوشي. انا حاسس ان في شتيمه في الاسم ما اعرفش ليه. انت متخيل كناشو كنوتو البتاعه دي مش بتحب نادي الكاراتيه بتاعكو؟ ما بطيقش الناس ديت ولا انا مش عارف بجد انتوا ازاي مستحملينها لحد دلوقتي. وانت كمان خد هنا ده، لا انا مش هسيب حد غير لما اقول له، دي مصيبه سودا. انت قاعده بتقري يبقى اكيد بتحب القرايه. حاجه بتنجانة بقى ما بيتحبش القرايه. انا مش عارف بجد انتوا ازاي ساكتين لها كده. بعدين ايه ده، انا سمعتي خرا اساسا، انا قاعد عمال اسوق في سمعتها وانا اصلا سمعتي زباله. استنى كده اما اروح نحسن سمعتنا شويه. لما سمعتك تبقى كويسه وتبقى مشهور بيبقى عندك ناس مطبلاتيه كتير بيتفقوا على اي حاجه انت بتقولها حتى لو كانت هي غلط. فانا لما اكون مشهور رايي بيبقى مهم، واي حد بيتفق معايا واقدر اسوق سمعتها وانا مطمن. انت قاعد بترسم؟ ياه اما رسمه جميله صحيح، بس في بنت كده اسمها كوماتو معرفش ايه، جيت اوريها الرسمه بتاعتك قالت ايه القرف ده؟ ده مين المعفن اللي رسم الرسمه ديت؟ طيب ثانية واحدة كده بس عشان عايز اتأكد من حاجة، عشان انا مش عايزها تموت نفسها زي ما عملت في اوسانا، انا بس عايزها تبطل تروح المدرسة. اهو مكتوب لو خليت سمعتها اقل من 100 الناس هتتنمر عليها وهتبطل تيجي المدرسة، انما لو خليت سمعتها اقل من 150 هيكملوا تنمر عليها حتى وهي في البيت وهيتنمروا عليها على النت ومعرفش ايه وهتنتحر. احنا مش عايزين كده، احنا بس عايزينها تبطل تيجي المدرسة، فهنخلي سمعتها اقل من 100 بس. فاضي اه. ايه ده، ايه الشعر ده؟ اقول له ايه على شعره؟ اوكي لا 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 عيب، معناها مز، معناها الواد ده مز، معناها مش 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 مش. طب تصدق بقى انا هخبيها. يلا بقى
ده ايه اللعبه اللي هتودينا في داهيه دي؟ انت اللي بتجري، يلا خد 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 خد. اكيد اكيد بتحب الرياضه، تعالى بس خد اما اقول لك. فين الرياضه؟ كانت ليها صوره كوره باين. فين الرياضه؟ اهي. اكيد ما بيحبش الاكل طالما هو رياضي. يب، شايف بقى العجله دي بتحب تاكل وبتحبش الرياضه. عدي ليه البت اللي بص الناس قاعده بتبص، انتوا لسه بتحبوها؟ يخرب بيت شكلكم، مش مكسوفين من نفسكم كده؟ تصبروا بس، مش هتقفوا الوقفه دي بكره بعد ما تعرفوا كل حاجه عنها. اها اهو بولي اتريقوا عليها، تنمروا عليها وبطلت تيجي المدرسه. طب استنى، مش المفروض هي وسيمبا لسه بيحبوا بعض؟ مش المفروض بقى هو يتواصل معاها ويقابلها ويكلمها على التليفون ويقعد يقول لها ايه اللي حصل وكده، مالكيش دعوه بيهم متنمرين، ايه انا شايفك كويسه، انت احسن منهم، ويخرجوا بقى ما بعيدا عن المدرسه يخرجوا هم مع بعض. ولا سيمبا طلع ند ومشي ورا كلام الناس وصدق الحاجات اللي انا قلتها، ولما لقى ان سمعتها وحشه راح بعيد عنها وما بقاش يحبها؟ عشان لو كده الصراحه يبقى ندل بقى ومعف. يعني لو بحب حد ومهما سمعته بقت وحشه والناس كلها كرهته، هفضل واقف جنب الشخص ده. سمباي لا لا لا، بيقولوا عليها وحشه، يبقى هي وحشه. امشي امشي كخه، انت وحشه. هننزل الشارع نجيب الهدايا، الهدايا دي كلها يلا يلا كله عشان سمباي، يلا يلا. ده انا هدلعك. تمام، الفصل بتاع سمباي في الدور الثالث فوق هنا اهو. اها، سيب له هديه وسيب له جواب حب. يا سلام يا بلاش. تخيل كده تصحى الصبح تروح المدرسه تلاقي جواب حب على الديسك بتاعك وهديه فيها مثلا دبدوب. ياه، انا هفرح قوي. هل بقى يا ترى سمباي هيفرح؟ اهو. ها، ايه رايك؟ مبسوط؟ بص لي كده. اوه، هو هنا هو مش مهتم، بس كل ما هقعد اجيب له في هدايا واكتب له رسائل حب هيبقى مهووس بيا وعنده فضول يعرف مين البنت ديت اللي بتكتب له الكلام ده. طبعا بص هو بيبص لي ازاي اصلا. اكيد مش انت اللي كتبت الكلام ده ولا ايه؟ هيقعد بقى يفكر بقى ويلف ويدور حوالين نفسه بقى. تمام، كان المفروض اعمل كده من اول اللعبه، بس بتهيألي انا عندي وقت. سيمبا يا عيني زعلان، كل ما يحب واحده يا اما تترفض من المدرسه يا اما تموت يا اما تطلع زباله وترفضه او هو اللي يرفضها. لكن لما يلاقي بقى ان في واحده لسه عايشه ولسه بتحبه رغم كل ده وبتدعمه ومكمله معاه نفس البت، هيعرف ان البت اللي بتكلمه دي مش واحده من البنات اللي ماتت او البنات اللي سابته، لا، في واحده مراقباه وعماله بتحبه، واحده تانية خالص، واحده هو ما يعرفش عنها اي حاجه. فده هيديه امل في الحياه بدل ما يكتئب. خلاص انا ما فيش حاجه تانية اتعلمها، انا اتعلمت كل حاجه. مفيش اشيفمنت للكلام ده. مغفل. Sometimes when I'm following my senpai home from school. ستوكر، مش طبيعيه والله. هو sometimes كانها بتحكي عن حاجه عاديه جدا اي حد بيعملها. I notice that he likes to buy certain magazines from convenience stores. بيشتري مجلات ايه الخبيث ده بقى؟ Magazines featuring gravure idols. ايوه ايوه، هو ده اللي كنت بفكر فيه بالظبط. Attractive young women who strike provocative poses in revealing outfits. He's a big fan of one girl in particular. Oh, mean. Since her debut, he's bought every magazine with even a single photo of her. اه زي كده وانا بتابع الاغاني بتاعت ميكو، بس لا مش لدرجه ان اشتري كل الحاجات بتاعتها. And ايوه. She just transferred into academy. اصلا تخيل تخيل، واحده انت بتتابعها بتتفرج عليها بتحبها، فجاه لقيتها في الفصل بتاعك. افهم من كده ان الرايفل دي هيكون صعب جدا اتخلص منها. انا بحاول اقتل واحده مشهوره وسينباي من اشد معجبينها. Most of the school's male population are already completely infatuated with her. اه كل الولاد بيحبوها. تمام، اكيد مش هتسيب الولاد دي كلها وتختار سينباي بتاعي، اكيد يعني لا. They follow her around school like a pack of pathetic, lovesick puppy dogs. صح. And my senpai is among them. الله يا سيمب. As much as I'd love to carve a hole in her heart, it might be difficult with so many witnesses surrounding her at all times. Perhaps the best way to deal with her is to set her up with another boy. آه، خليها تحب واحد تاني. After all, it's not like it's going to be difficult to find a volunteer. لا، اي حد حرفيا هيوافق. بالمدرسة كلها بتحبها، كل الولاد بتكراش عليها، فاكيد الموضوع هيبقى سهل جدا نلاقي اي ولد وخليها تحبه. هي سمباي، ايه هيكون ردة فعلك لو قلت لك اني عملت لك بنت النهارده الصبح؟ انا نفسي افهم، مش المدرسة كلها بتحبها؟ كل الولاد اللي في المدرسة بيحبوها، ليه اخترتيه هو؟ اشمعنى؟ انت ايه يالا مشغل هك؟ ايه ده؟ والولاد مش غيرانين منه؟ اه بص الولاد رايحين، بص 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 الولاد، بص الولاد هيتلموا، بص الولاد بيتلموا ازاي، بص الولاد، بص 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 خرفان سمبات. طب هم مش غيرانين من سمباي؟ يعني في انمي قبل كده اتفرجت عليه كان اسمه جراند بلو تقريبا، لما الولاد عرفوا ان البت اللي كلهم بيحبوها مرتبطه بواحد كلهم مسكوه ضربوه عشان كانوا غيرانين منه. انا هفرح فيك قوي لو اتمسكت واتضربت، انا شخصيا هضربك. ايه يا جيل، ايه الزحمه دي؟ في ايه؟
سيبوا البنت في حالها هتتخنق. بص المنظر فكرني بالمنظر لما كنت بلعب مع مياو وكنا بنلعب روبلوكس، فانا كنت بقول لها هو انت فين انا مش شايفك، بعد كده لقيت زحمه هناك كده في اخر الدنيا قلت بس انا عرفت انت فين خلاص. انتوا بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ ايه ده؟ انتوا في، انتوا بجد واقفين لها بره باب الحمام؟ هي جوه صح؟ ايه دي جوه يا حلاوتكم، وفين طابور كمان؟ ايه طابور العيش ده؟ ودي يا برو يا سلام على الثقه اللي انت فيه يا برودك. النهار اسود على المنظر، خلاص عرفت انها مشهوره بس مش كده. بعدين يعني بعدين مش فاهم انا هي احسن مني في ايه يعني؟ ايه ده ايه ده يا سلام بذمتك انت راضي على اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انت بتهبي بيه ده؟ بتهبي عيب 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 اللي بتعمليه ده. وانتوا يلا يلا من هنا، يلا يلا من هنا هرش ميه، دي مدرسه محترمه. 5 minutes later. ايوه خد الصوره دي صورني بقى من الزاويه ديت، واحده كمان واحده كمان اها ايوه. استنوا اقدر اشرح. انت عشان تخليها تحب حد لازم تصاحبها هي والحد ده، وعشان تصاحبها انت لازم تعمل المهمه بتاعتها، وانا لما جيت اعمل المهمه بتاعتها قالت لي مهمتها ان انا البس زيها واتصور معاها. انت يعني انت زباله وعايزه تخليني زباله زيك؟ شكلك الجامد قوي باللبس ده، انت لازم تيجي تتصوري معايا. يا نهار اسود، لو مش فاضيه ممكن نتصور بعدين في اي وقت. لا 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 يلا يلا بينا. انا بحاول اعمل محتوى فاميلي فريندلي عشان في اطفال بتتفرج، بس انت اللي عملت فيا كده. طيب هنفتح الشنطه بتاعتها ونقرا المذكره بتاعتها. عندها مذكرة ومجلة فيها صور ولاده كده. بصيت جوه المجلة لقيت ايه ده؟ خليك شجاع، من غير شجاعة مش هتروح لأي حتة. تمام، عايزة واحد شجاع، المدرسة كل حاجة بالنسبة لي، مش عايزة بطل تعليم، هيبقى عايزة واحد ذكي وغالبا لابس نظارة، انا بروح الجيم كل يوم لازم اخلي جسمي كويس، وعايزة واحد رشيق. تمام، وعايزة واحد جريء. هلاقي لها البتاع ده فين في المدرسة ان شاء الله. طب ماشي نقرا مذكراتها، عرفنا هي بتحب ايه وبتحبش ايه. بتحب القطط، تكره المدرسه دي بس هي بتحب تتعلم، تحب الرسم، تحب الفلوس. طيب انا ما استفدتش اي حاجه، بس يعني انا هحاول افتكر الكلام اللي انا قريته دوت. عايزين بقى ننقي اي حد من المدرسه ونقول له هي بتحب ايه وما بتحبش ايه. استنى مين خد الواد ده انا بحبه، الواد ده انا كنت بحبه. لازم اصاحبه الاول. تمام، انا نقيت الواد اللي شعره ازرق اللي انا بحبه، هخليه هو ياخد البت، انا هساعده يكسب البت. اوكي، عملت المهمه بتاعته، بقينا اصحاب دلوقتي، هو واثق فيا وممكن اكلمه بقى عن الحب وكده. اهو لاف، هي ليه مقفوله؟ هي ليه مقفوله؟ ما انت طالما انت واقف هنا يبقى انت عندك كراش على البت. يو ار باذرينج مي، انت بتزعجني ليه؟ ليه يا حبيبي؟ ده انا عملت لك المهمه حتى يا راجل يا معفن، مش راضي يكلمني، ده مركز مع يا حيوان. ده انا هساعدك يلا. ستوب، تهدى طز فيك اوعى، في واحد تاني شعره ازرق اهو. هو ايه الناس كلها شعرها بقى ازرق النهارده ليه؟ انتوا بعد ما عرفتوا انتوا هو كل الناس عرفت اللي بيحصل ولا ايه؟ هو واحد بس اللي انا هساعده. تعالى انت عملت لك المهمه بتاعتك، خلاص بقينا اصحاب، ينفع بقى نتكلم عن الحب؟ لا برضو، لكن هما مشغولين دلوقتي، استنى ما يخلصوا. يلا احنا ورانا حاجه. اقعد يا اختي اعملي اعمل الحركات اللي ملهاش لازمه دي. ايوه اهو خلصنا. طيب تعالى نكلم الواد اللي كلمناه في الاول خالص اهو، مش عارف اكلمه، في زحمه يا جدعان. بقى عايز اكلم الواد برضو، مش عايز يكلمني يا بارد. طب تعالى انت، ليه ما اقدرش اكلمه على الحب بعد انت قاعد جنبي؟ طب حلو، هعرف الاقيك بسرعه. خد يا خد، ما تجريش يا سمب يا خروف، تعالى هنا، تعالى عايز اتكلم معاك. يا ابني بطل تجري مني، انت عيل صغير، انا بحاول اساعدك، انت مبسوط كده وانت قاعد بتتفرج عليا من بعيد؟ انا بحاول لازم اعمل كل حاجه بنفسي. وسع كده، هنروح لللوكر بتاعته، حط له ميكينج فريندز، لا حب، عايزين حاجه عن الحب. ايه الخط ده؟ نحط لها هي، استنى كده فين البت اهي، مش عارف اقرا الخط. لو جريد، عايزين يذاكروا مع بعض، والله ما اعرف. استنى، هو ما بيحبهاش؟ ثانيه واحده، لا يكون مش بيحبها. استنى، ممكن يكون واقف بيتفرج وخلاص على العبيط وهو ما بيحبهاش. استنى كده اهو، فيو انفو، كراش نان اصلا، انا بضيع وقتي على الفاضي عشان كده. يعني انت بتحبهاش وقاعد عمال بتتفرج وخلاص؟ صدق يالا انك عيل زباله. اعرف منين بقى اذا كان في حد بيحبها بجد ولا لا؟ طب ادينا بنفتش على حد بيحبها. ده واحد كان بيحب اي الله يرحمه، انون يعني بيحب حد بس ما اعرفش بيحب مين، يعني لو كلمته هعرف. ايه ده، بص واقف ازاي؟ شكله هو طالما واقف هنا كده. Please don't make fun of me for saying this, but I have this crush on a girl, and well, I want to give her a romantic gift. I heard that she really loves roses, so
I've been trying to find one for her. I think I remember hearing something about a rose bush somewhere on school grounds. أيوه. I've looked almost everywhere, but أوه. I just can't find it. أوه ده. I'm starting to doubt that it even exists. How about you? Have you heard anything about a rose bush at school and where it might be at? If you can find it for me, could you please grab a rose off of it? I'd be really grateful. بعناية. You're going to look for it? أيوه. Thank you so much. طيب عايزين نجيب له وردة حمرا. وردة 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 اهو. لا مش دي. هو قال لي ان في بوش فيها وردة. انهي بوش بقى؟ لا على. هنا. اها. لازم يعني ما كان في ورد كتير لازم تاخدي من هنا. اوكي. جبنا لك وردة. طب تصدق بقى ان هو يستاهلها؟ هو الوحيد المحترم اللي قاعد مش بيجري وراها زي بقية العيال. الواد ده جدع. الواد ده جدع. خدي خد الوردة. No way. You actually found me a rose? That's great. With this, I feel like I can actually make a good impression on the girl I like. Thank you so much. العفو. يا ترى بقى هي مين البت اللي انت بتحبها يا خلفوز انت؟ هي هي ايه تحب البت دي؟ هي هل انت بتحب البت دي؟ او ايه ده انت خدت بالك وانا مفضوح للدرجه دي؟ اوكي طلع هو. طيب اول حاجه عايزين نغير شكلها، كان هي بتحب عايزه شكل معين. طيب هي كانت بتحب الناس اللي بيلبسوا غوايش ومجوهرات وحاجات، عايزه واحد غني يعني، عايزه واحد اسمراني وعنده شيدز وحلقه بس حلقه تقريبا. ايه الديل بوصفات معلش بقى هي عايزه كده اعمل لها ايه؟ وبوني تيل بس كده. هي بتحب الكلام ده تمام. استنى حاجه كمان، خد نصيحه بقى لما تيجي تكلمها. تكلم حلو عن الرسم والفن، هي بتحب الفن. تكلم وحش عن المدرسه، هي بتحبش المدرسه هي. إيه عشان تخليها تفرح وتبتسم قول لها يو لوك بتاع ده النهارده مش هقولها. عيله زباله ما بتجيش غير بقله الادب. المهم عايزك تتفشخر بالجراءه بتاعتك. لا هي قالت عايزه واحد بيروح الجيم، اتفشخر بقوتك ويديها غويشه. ايه ده الطالب اللي انت بتكلمه ليفل زيرو، الواد ما عندوش قوه خالص، مفيش قوه بدنيه. دي الحاجات انت فوت تقولها لها. تعال لي كده بقى عشان انت ايه، هي مش هتبص لك بمنظرك ده قدامي على الجيم. تعال هنا. تعرف ترفع حديد؟ مالكش دعوه بشويه السنبات اللي واقفين فوق دول، انت احسن منهم. يلا لبستي؟ تعالي بقى، في واحد بيحبك. رايحه؟ روحي يا ريت. في واحد مستنيك عند النافوره. يلا مغفلين كلكم فالح، مش فالحين غير في الفرجه. خلي الفرجه تنفعك يا عبيط يا سيمب منك لو. ايه ده اللي انت عملته في نفسك ده؟ يا نهار اسود، كل ده عشانها؟ هي بتحب الاولاد اللي عاملين كده؟ اللي انت عملته في نفسك ده؟ انا اسف دي غلطتي. ما كانش لازم ادي النصايح دي، بس هتعمل ايه؟ لازم تضحي. بعد ما تتجوزوا بقى وتحبوا بعض وتتدبسوا يبقى ارجع لطبيعتك تاني. خلاص بقى اتجوزت بقى، ما مش هتقدر تعمل حاجه الا لو قالت لك طلقني. هي لو بتحبك عشان شكلك، لا دي زباله، دي ما تستهلكش. صح، عايز اديك نصايح تاني. المره دي كلمها عن الرياضه، مش هي بتحب الناس الرياضيه؟ كلم وحش عن العلوم. طيب انت المره اللي فاتت قلت لها يو لوك بتاع ده، المرة دي هتقول لها الشعر القصير لايق عليكي، الشعر الطويل لايق عليكي. لا 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 اوعى تقول لها كده. اي لايك يور ستايل، انا بحب الستايل بتاعك. ماشي. هو اداها غويشه قبل كده، طب نديها ايه المره دي؟ كلاده. اظن كلاده كويسه. تمام حلو، تعالى بقى ورايا كده. 1 2 1 2 1 2 يلا ودي، هتفرح بشكلك قوي لما تشوفك عملت ايه في نفسك. يلا روح، ربنا معاك. وسعوا كده وسعوا، سيبوهم يتنفسوا، سيبوا الناس في حالهم. ايه رايك في شكله الجديد؟ ها ظبطتولي خالص. ايه هيحط لها جواب ولا ايه؟ اهو ايوه كده، اتجرى كده واعمل حاجه. هي اللي حطت له جواب يا بنت اللعيبه. يلا 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 يلا، خربانه بقى. خربانه ما تنسانيش، ها انا اللي ظبطت لك كل حاجه، تنساش بس تبقى تعزمني على الفرح. بص في 50 واحد قاعد، انت بجد هتعترف لها بحبك قدام الشله دي كلها؟ يا فضيحتك. يلا يلا نبقى عاملين زي الناس اللي على التلفزيون. الله يوجي اعترفت له بكل حاجه، هي اللي حبته، هما اتنين بيحبوا بعض. هي تيلز هير ذات هي فيلز ذا سيم واي. يوجي عيب مش قدام الناس، عيب. الله يا ليه ما يبقاش ده انا وسيمباي كده واللعبه تنتهي نهايه سعيده. اجمل والطف طريقه تتخلص بها من رايفل. انا فرحان لهم قوي بجد هما الاثنين.
والموسيقى جميلة قوي. الله انا مبسوط لكم، ربنا يخليكم لبعض، وبعدوا عن سينباي بتاعي بقى. زعلانين كلهم. بص احسن يا انت، هو انا وانت بالذات، انا حاولت اساعدك يا معفن وانت مرضتش. الله كلاب يا اخي يا فشله، لو حد فيكم كان اتجرأ وهتحاول وحاول معاها بدل ما انتوا ما بتعملوش حاجه غير انكم بتتفرجوا بس، تستاهلوا. ماتش ميكينج. I've been trying to avoid acknowledging him, but at this point in time, that's just not possible anymore. ليه كده؟ The man in the trench coat, the investigative journalist. الواد اللي وقف لي بره المدرسه ده ماله؟ He finally made his move. عمل ايه؟ For months now, he's been obsessed with investigating Akademi. But the headmaster has always refused him entry into the school. تمام. Up until now, that was enough to stop him. But recently, he found a loophole. لا طريقة إنه يدخل. أنا خمنت إيه هي الطريقة already. Apparently, he's had an apprentice for a while now. She's a junior detective. محققة. And a former student of Academy. دخلت المدرسة على شكل طالبة عشان تراقبني من جوه. Back when she was attending school here, she did something extraordinary. عملت ايه؟ She solved a high profile murder mystery that the police were struggling with. يعني دي أذكى من البوليس، يعني دي هتعمل لي مشكلة دي. That accomplishment turned her into a national celebrity almost overnight. يب. آخر رايفل لازم تبقى صعبة، لازم تبقى حاجة مقرفة. There was nothing more for her to gain from remaining enrolled in Academy, so she left without graduating and quickly began a career as a junior detective. خلاص ما بقتش محتاجة تتعلم، خلاص لقيت مستقبلها ولقيت الطريق اللي هتمشي فيه كمحققة. ليه بقى يا ترى رجعت المدرسة تاني؟ And now, one year later, she's back. يا ترى ليه؟ She claims that she's here to finish her degree. أشك. But I can tell that there's more to the story than that. Her mentor, that journalist, is firmly determined to investigate Akademi. Clearly, he must have asked his apprentice to return here to be his eyes and ears. The two of them have been interviewing students, and they've learned something. Things tend to happen to girls who have a crush on a certain boy at school. My senpai. خدوا بالهم ان كل ما حد يحب سينباي يحصل له حاجه. He's become a person of interest to them. And now that junior detective girl is investigating him, following him everywhere, talking to him all the time. And lately, she's been getting a bit too friendly with him. كمان. It's enough to make my blood boil. But as much as I would love to sink a knife into her heart, هنموتها ازاي بقى؟ أو هنخلص منها ازاي؟ A violent approach might be a bad decision this time around. She's convinced a bunch of students to patrol the hallways with cameras. يا نهار اسود. لا ده اللعبة بقت صعبة أوي. Right now, the slightest mistake could cost me everything. This girl, she's probably the most dangerous enemy I've faced so far. لازم أخلي بالي. But if I could somehow manage to befriend her and put her in debt to me, تمام. She could be a powerful ally. هنجر ناعم، هنصاحبها. طب ما دي حاجة سهلة، دي حاجة أنا شاطر فيها. لا أكيد الموضوع مش هيبقى بالسهولة دي. هصاحبها وإيه، وأقول لها بعيد عن سينباي؟ ولا هستغلها عشان أعرف أسرار المحقق ده وأسرارها هي؟ طيب مش هناخد معانا أي معدات أو أي حاجة شريرة؟ احنا خلاص احنا بطلنا نقتل في الناس، احنا عاملين نصاحبهم دلوقتي. الأكشن كله كان في الأول بس. سينباي أنا عايز أتكلم معاك. ها؟ إيه أنا عملت لك إيه؟ خد الأكل ده وحطه على الديسك بتاعك، ولما يجي وقت الأكل كله. ماشي بس ليه؟ أنا بس بختبر نظرية. أقنعت كام واحد إن هو يمسك كاميرا؟ بص 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 بص, بص. ممسكة الناس كاميرات ازاي؟ طبعا لو قتلت اي حد او عملت اي مصيبة هتصور وهتفضح، كفاية ان في كاميرات هنا اساسا. طيب انت ايه ده؟ يا لهوي انت بصت عليا ازاي لما جيت امشي وراها؟ تعالي يا بنت، انا مسالم، انا جاي صاحبك، انا ما بحبش العنف وبموت في التصوير. طيب صعب جدا اني اصاحبها. يا لهوي بص انا نفسي افهم انت ليه مش قاعده بتصححي مع بقيه المدرسين تحت؟ انت مدرسه انطوائيه يعني، وقاعده عملوا لك مكتب ليكي هنا لوحدك ولا ايه؟ مش فاهم. مالكيش دعوه. حاجه غريبه صحيح. هنقرا المذكره. شكلي هيبقى وحش قوي، سمعتي الناس هتقولي على المحققه الجامده اللي حلت القضيه لما عرفوا انها اتهزمت من حته واحد فوتوغرافر منحرف. ظهر كده ان في حد ماسك عليها زله. انا هستغل اني اعرف الموضوع دوت وهروح احط لها حاجه
في اللوكر بتاعتها عن الايفل فوتوغرافر. قابليني ورا المدرسة فوق السطوح عند الكافيتيريا. قابليني عند الكافيتيريا الساعة كام دلوقتي؟ خلينا في اقرب وقت. بقولك ايه، اي دي بتزقني كمان. يا نهار اسود، دي انسكيور خالص، ده عندها تراست ايشوز. تعالي يا بت، تعالي يا حاجة، تعالي، في حد حطلك حاجه في اللوكر بتاعتك. مش قصدي حاجه، بس انا مش واثقه فيكي. خلاص عنك ما وثقت فيا، انت كده كده مصيرك تفتحي اللوكر وتشوفيها. يتم المراقبه. ها واتس ذس؟ فتحت اللوكر. ميبي اي شود ميت ذم. اوكي، هي كده كده كانت هتبص من غير ما اقول لها. تعالي لي بقى كده. Your diary fell out of your book bag. I picked it up to put it back. And I accidentally saw what was written on one of the pages. Something about an evil photographer? It made me worry. Are you in danger? Do you need help? Please tell me what's going on. مش لازم تألفي أعذار، قول إن أنت كنت بتفتشي وبتتجسسي على الدايري بتاعتي. بس أيوة، الكلام اللي أنت قريتيه ده كان صح. في مستشفى مجانين مهجورة برا المدينة. أنا سمعت إشاعات إن في راجل بيستدرج البنات جوه وبيهددهم بالسلاح وبيجبرهم يعملوا حاجات مش كويسة. قررت إن أنا أشتري البخاخ بتاع الفلفل دوت عشان أحمي نفسي، وقررت إني أروح أستكشف وأحقق في الإشاعة دي بنفسي. وصلت المستشفى وبدأت أستكشف، وكلها كام دقيقة كده وظهر قدامي الشخص ده. بس قبل ما أخد البيبر سبراي وأمسكه خبطني وقعه من إيدي على طول، وملحقتش أستخدمه. خطفني وحبسني جوه أوضة. كنت خايفة، ما كنتش عايزة أموت، وكان معاه سلاح، عشان كده عملت زي ما هو طلب مني بالظبط. هو ما لمسنيش، بس خد لي كام صوره مش كويسه. كان معاه شنط كده كبيره موجود فيها الصور بتاعت البنات التانيه والصور بتاعتي، صور كتير قوي. بعدين الراجل ده ابتدى يضحك على الناس ويفهمهم ان المستشفى دي مسكونه عشان الطلاب ييجوا المستشفى كنوع من انواع التحدي والشجاعه، وهو يقوم خاطفهم ويعمل معاهم نفس الكلام. المهم لقيت فرصه اني اهرب لما هو كان متشتت. رحت خدت هدومي وجريت بره المستشفى، رغم ان انا هربت وكويسه، بس انا لسه ما اتعالجتش من التجربه دي. نفسي اروح المستشفى دي واحرق الشنط اللي فيها الصور، بس انا بعد اللي حصل لي انا بقيت خايفه جدا. Why don't you call the police? ايه؟ البوليس؟ لا، انا كده هتفضح. مش عايز الناس تعرف ان المحققه الجامده اللي حلت المشاكل والقضايا البوليس ما عرفش يحلها اتمكن منها حته فوتوغرافر منحرف. ما ينفعش حد يعرف اللي حصل لي، ده هيأثر على سمعتي جدا. ده غير اصلا ان شويه عيال بلطجيه ومحششين ابتدوا يقعدوا في المستشفى دي. يعني ما قدرتش ادافع عن نفسي قدام راجل واحد بس، دلوقتي بقى في رجاله كتير زيه في المستشفى. لا لا لا، انا مستحيل اقرب المكان ده تاني. I'll go to the insane asylum and burn the photographer's pictures for you. ايه؟ انت عارفه ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت بتحط حياتك في خطر. Trust me, I'll be fine. Give me your phone number so I can call you when the problem is resolved. طيب، بس خلي بالك. اوكي، مطلوب مني احرق 10 شنط. هوبا، او اقدر اعرف اماكن الشنط كده؟ اوكي، وكم اماكن الناس؟ في واحد هنا، في واحد هنا. ايه دي؟ ايه الحاجات دي؟ او اقدر اشتتهم، اقدر احذفها واعمل صوت. تمام، واقدر استخبى جوه الخزنه دي. ايوه. خبيني. مش ما ينفعش يشوفني صح؟ ما يقدرش يشوفني، انا مستخبي. ما يقدرش يشوف. Two number nines. Number nine large. ايه؟ Extra dip. Number seven. Two number 45s. انت بتقول ايه؟ One with cheese. And a large soda. هو ده الاوردر بتاع بيج سموك اللي في جي تي اي ولا انا بتهيألي؟ I'll have two number nines. A number nine large. Could have been an engineer. كيف ممكن ابقى مهندس؟ Ever wonder? ايوه. Blood's on fire. Burns. Cold. اللي هما بيقولوه ده. في حاجة هنا؟ فيش حاجة هنا، فيش حاجة هنا. خبوني. اوكي، المهمة دي أصعب من حياتي. Angels. Another. Every week. أنت بتقول إيه؟ فيش شنط هنا أصلاً؟ لا، في شنطة هناك أهي. روح لها هناك، يلا كاتش عليها. هناك أهو. Twisting.
put him back. تمام اجري 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 ده هيقف هنا ده غبي ده هيقف. It's a beautiful day. هوب 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 هوب. اوكي اول شنطة اهي هنحرقها فيها الصور. اوه ده حاطط كاميرا وحاجات يا لهوي. هي بتعمل صوت لما احرقها؟ يا رب لا. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ امشي. Why is it bleeding? فيش شنطة تاني في الدور اللي تحت؟ دي حرقناها خلاص. اوكي 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 نطلع الدور اللي فوق. الناس دي كلها ايه ده؟ ياما راح يجيب لعبة. أكيد أنا لو ابني عامل كده همشي وأسيبه. I see you. See you. أوكي 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 أوكي. تمام. Screaming in the walls. في حاجة هنا دي حرقناها؟ آه دي ما حرقناهاش. في حد هنا؟ لأ مفيش حد هنا. أوكي فاضل خمس شنط نحرقها. أوكي إيه ده؟ سجاير. سم تمام دي شنطه كمان فاضل ثلاث شنط تتحرق ديت واللي هناك ودي. اوكي الثلاثه في الدور اللي انا فيه ما ينفعش انيم حد فيهم او اخبطه او اموته. لو انا حدفته بالطوب على دماغه هيحصل ايه؟ انا لازم اجرب حاجه زي كده. اوكي 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 الموضوع مش شغال الموضوع مش شغال. تمام فاضل شنطتين الشنطه اللي هناك ديت والشنطه اللي هناك ديت. يلا يلا خليك شاطر كده. ايوه اوكي شنطه هي. تمام فاضل كمان شنطة وخلاص اللي هي جوه خالص دي. كان هيشوفني. في حد جوه؟ في حد جوه. ايه ده؟ ده هو ده رئيس رئيس العصابة. اهو ده واقف عند الشنطة عند آخر شنطة. شافني. ده عند أمك يا. والنبي والنبي انا اسف والله العظيم انا اسف والله العظيم. كان فاكر انه بيتعامل مع بنت عاديه ما يعرفش اللي فيها. قبل ما ريوبا تحرق الصور كلها خدت صوره معاها كدليل ما رضتش تحرقها. بعد كده رجعت البيت واتصلت بالرايفل واتفقت معاها انها تقابلها وتقعد معاها وقدمت لها شاي. مديها شاي عادي. بعد الخدمه دي كلها اتفقت معاها وقالت لها بقى انا بحب سمباي وبعيد عنه وكده. الرايفل ما بقتش تهديد خلاص والبنتين بقوا صديقتين مقربين من بعض واتفقت معاها انها تبعد عن سمباي وتسيبه لها. اوه بس كل الرايفلز خلصت خلاص دي كانت اخر رايفل. اخيرا انا حاسس براحه نفسيه. اخر يوم في المدرسه. ايه بقيت وحيد انت خلاص محدش طايقك. محدش غيري طبعا. انا قاعد عمال احط له هدايا اهو. يا سلام. يا حاسس ان المدرسه بقت جميله قوي وانا قاعد كده مطمن مفيش رايفلز مفيش اي حاجه. يا واو سمباي قرب يحبني اهو. قتلنا خمسه وسيبنا خمسه عايشين. الله مغفل يا اللي معرفتش تعمل حاجه. اعترف لك خلاص النهارده اخر يوم. عارف لو رفضتني هعمل فيك ايه. اوكي المفروض ان هو حبني خلاص. دي كانت اخر هديه انا حطيتها له على الديسك 100% اوبسيست خلاص هيموت عليا. The past 11 weeks have challenged me in every way possible. آه والله. But despite everything, I've still managed to defeat every one of my adversaries. These experiences have made me stronger, braver. I think I finally found the courage to talk to him. ما كان من الأول. To tell him how I feel. When I confess my feelings to him, it has to be special. It has to be perfect. I don't believe in the myth about the cherry tree behind the school, but I can't think of any place more appropriate for my confession. آه ما فيش غيرها. Today, I'm going to tell him today. Senpai, please accept my feelings. اللحظة المنتظرة. It's happening. It's really happening. Today is the day. Today I finally tell him how I feel. It's taken so long. But now I'm ready. I'm ready to... Stop right there! Hey! Ryoba Aishi. What?
ايه بقى؟ You were under arrest on suspicion of the murder of Sumire Saitozaki 11 weeks ago. And your connection to at least one other person's disappearance. Wait, please. There must be some mistake. I had nothing to do with- Oh no. You're not going to sweet talk your way out of this one. Your innocent schoolgirl act won't save you this time. What evidence do you even have? I've been questioning your classmates over the past couple of months. They've noticed a pattern in your behavior. Inshallah. That boy over there, the one under the tree, you've shown a keen interest in any girl who developed feelings for him. And some of those girls have gone missing. How convenient for you. What's happening here is obvious. You're eliminating any girl who tries to take that boy away from you. And Sumire was your first victim. Ya ragel! No! I would never hurt anyone! I swear! I'm innocent! You have to believe me! Save it for the judge. Cuff her, boys. Ya bni l'eh. المحكمة. يا سيادة القاضي أنا بريئة. On April 1st, Ryoba Aishi put a note into the locker of Sumire Saitozaki. After reading this note, Sumire went to the East 3rd floor girls' restroom. That was the last time anyone ever saw Sumire. After she was reported missing, police investigated Akademi for clues. In the East 3rd floor girls' restroom, they found some of Sumire's blood. Shortly before Sumire went missing, Ryoba Aishi was spotted carrying a knife and walking in the direction of the East 3rd floor girls' restroom. مفيش حد يشهد على الكلام ده، أنا قتلت البنت شعرها أحمر. Later, she was seen carrying a large garbage bag towards the school incinerator. All of this information came from Ui Tunisu, a student at Akademi. ماتت. Who was interviewed by the police the day after Sumire's disappearance. It's obvious what happened to Sumire. Ryoba Aishi killed her in the bathroom with a knife. Stuffed her in a garbage bag and carried her to the incinerator where she burned all of the evidence. هي مش موجودة معانا هنا عشان تشهد، أنا قتلتها. Do you deny any of this, Ryoba Aishi? أيوة أنكر كل كلمة. I did not kill Sumire Saitozaki. إيه النظرة اللي في وشها دي؟ هي واثقة من نفسها وكده ليه؟ It's true that I put a note in her locker and spoke with her in the bathroom, but I simply wanted to discuss a personal matter with her. Nothing more. What about the knife? I noticed that one of the knives in the home economics room was missing. It turned out that someone had brought the knife to the cooking club by mistake. So, I simply took it from the cooking club and put it back in its rightful place. مقنعة الصراحة مقنعة. And the garbage bag. How do you explain that? I love my school. I can't stand to see trash and garbage piling up everywhere. I do my part to keep the school clean. Just like everyone else does. You always have a convenient explanation for everything, don't you? Do you really think anyone in this courtroom is going to believe your obvious lies? أيوة كل الناس هنا بتحبيني وكلهم فاكرينك مجنون ومحدش هيصدقك خالص يا هبل. Mr. Journalist, there are a number of problems with your theory. First of all, you're accusing me of murder, but... You don't actually have any proof that Sumire is dead. She is still considered missing, after all. I think she simply ran away because of the stress of studying at an elite school. I pray that she is alive and well and will return to us one day. You think I killed Sumire because of three facts. I spoke to her, I held a knife, and I burned some trash. حاجات مش مقنعة الصراحة. However, none of these things are grounds for suspicion. Every day at school, dozens of students talk to each other, touch objects that could be used as weapons, and carry garbage bags to the incinerator. مقنعة خرب بيتك. There was nothing unusual or suspicious about my behavior. You know, I think I finally figured out what's going on here, Mr. Journalist. Your apprentice, Sonoko Sakanoe, became a celebrity after she stopped a killer. You're desperate to pin a crime on me because you want to be a celebrity too. غيران من البيت. The only reason that any of us are in this courtroom today is because you're deeply insecure that your apprentice has accomplished more than you.
اوه يا قصف جبهة. لا لا كسفتك مش ممكن. انت لازم تروح تقدم استقالتك بقى. Order! Order in the court! It's true that there is no smoking gun evidence linking you directly to a murder. However, with that said, over the past 11 weeks, you have demonstrated behavior that is suspicious if not outright incriminating. Your classmates have testified that you've been stalking a certain boy at school, following him when he goes shopping, following him when he walks home. انا مفضوحة للدرجة دي؟ كل الناس شافتني؟ By all accounts, you're absolutely obsessed with this boy. ايوه فيها ايه يعني بحبه مش فاهم انا. Furthermore, every time a girl begins to show signs of interest in him, something always happens that removes the girl from his life. كلها حوادث. كل واحد ونصيبه. You can't possibly expect anyone to believe that these facts are mere coincidence. ايوه صدفة بقى. Clearly, you are sabotaging the boy's love life in order to keep him single. لا مش عايز اخليه سنجل، انا عايز انا اللي ارتبط بيه حضرتك. And who else had a crush on that boy? That's right. Sumire Saitozaki. الله يرحمها، مالها بقى بتجيب سيرتها تاني ليه؟ You've been eliminating every girl who comes between you and that boy. And Sumire was your first victim. هتصدقوا برضو الهبل اللي هو بيقوله ده؟ Order! I said order! Enough conjecture. Let's go over the facts. يا ريت. تمام؟ اوكي البت دي سيمباي رفضها، يبقى انا بريئة. البت دي ولعت في نفسها، دي كانت مجرد حادثة. البت ديت المكتبة وقعت عليها، وبرضو كانت مجرد حادثة. البت ديت اتسممت، محدش يعرف مين اللي سممها. البت دي غرقت، كانت بتعوم وغرقت، دي حادثة. البت دي اتكهربت. برضو دي كانت حادثة. البت ديت اترفدت من المدرسة، هي خرقت القوانين واترفدت، وريوبا ملهاش علاقة بالموضوع. البت ديت كل الناس تنمروا عليها ما عدا انا، انا كنت مصاحبها وقفت جنبها لحد ما هي سابت المدرسة وبطلت تيجي. البت ديت ارتبطت بواحد تاني زي ما بقولك نصيب، والبت دي بقت صاحبتي وبتثق فيا، وهي المفروض اصلا كانت جاية بتحاول تحقق وتحاول تثبت ان انا شريرة، اكتشفت ان انا طيبة وحرقت لها الصور وبقينا اصحاب، وهي تشهد على الكلام ده. شهدت، قالت مستحيل ريوبا تقتل حد، ريوبا دي شخص كويس جدا، وقفت في صفي وشهدت معايا عشان الخدمة اللي انا عملتها لها. من بعد ما البت الاولانية خالص ماتت، البوليس جه المدرسة 5 مرات بس، عشان احنا قتلنا 5 طلاب وبقيت الطلاب الخمسة تقريبا ما قتلناهمش. البوليس لقى 4 جثث في المدرسة، كان المفروض اتخلص من الجثث بس مش مهم. ريوبا صاحبة 12 واحد في الاكاديمي، 12 مش كتير بس اوكي. نايس، بس سمعتي كانت 100. في ناس شافوني وانا بعمل حاجات غريبة 7 مرات. لا زيرو تايمز، زيرو زيرو زيرو، اوكي كل حاجة زيرو، انا بريئة. Taking all of the facts into consideration, it is clear, beyond any shadow of a doubt, that Ryoba Aishi is innocent of all charges. Easy! هجيب ايه بقى؟ آها! كل الناس بتحبك ومفيش حد يشكك فيك اي خالص، ومستحيل تبقى قاتلة. You are a true Yandere. انت ياندري بجد. نايس! A murderous schoolgirl who kills in the name of love. It was a novel concept. Newspapers realized it would get sales. TV stations realized it would boost ratings. It didn't take long for the news of my murder trial to spread across the entire nation. I've never seen an event get that much coverage before. فضحت. It was a real media circus. أنا بريئة بس سمعتي يعني في الضياع خالص. And now, everyone in the country knows my name and face. Even worse, they all know how I feel about my senpai. You fضحتي! Oh, this is my worst nightmare. I didn't want him to learn about me like this. I wanted our first meeting to be special. Perfect. Exactly like in my dreams. But now, that can never happen. مش كل حاجة بتمشي زي ما بتخطط لها، ما عدا القتل طبعا، كل الناس اللي قتلناهم كانت ماشية تبع الخطة بالظبط. He'll never be able to see me as a cute underclassman who has a crush on him. He'll only be able to see me as that girl who was accused of murder on national TV. بس أنا بريئة، يبقى عادي، أنا بقيت مشهورة، بس أنا بريئة. If I confess my love to him now, I doubt he'll want anything to do with me. ما انا شكلي وحش الصراحه.
Even though I was declared innocent, there will always be doubts in his mind. طب والحل ايه بقى؟ That stupid journalist ruined absolutely everything. There's nothing I want more than to rip his heart out and shove it down his throat. بالراحة بالراحة اهدي يا ريوبا مش كده. But spilling any blood right now would only attract more attention. انا بقول كفاية قتل بقى لحد كده وخلاص. There are too many eyes on me right now. I have to lay low for a while. Revenge isn't an option at this point in time. But I'll never forget what that man did. I won't be able to have a romantic confession underneath a cherry tree. But this isn't over yet. I still have one option remaining. My last resort. دي هتعمل ايه؟ It's unfortunate that things turned out like this. But I was left with no other choice. عرفنا هتعمل ايه. I would have been crushed if he rejected me. So, I had to take away the option. ما يقدرش يرفضني لو هو مخطوف. The relationship might be awkward for a little while, but we'll get through it together. After all, I know all of his likes and dislikes. I'm sure he'll warm up to me soon. There's a part of me that wonders, what was the point of all the hard work I just did if I was just going to kidnap him in the end? نكمل أول. Despite the way things turned out, I don't think the past 11 weeks were a waste at all. I learned so many new things and gained so many new skills. أنا أخدت خبرة. I'm sure I'll be able to find a way to put all of my knowledge and talents to good use. هتعلمي الحاجات دي لبنتك صح؟ One day, I can pass down everything I know to my son or daughter. بالظبط كنت حاسس. There's still so much to look forward to. اللعبة خلصت. الله اللعبة خلصت. ودي يا جدعان بعد سنة. كان فوت اخلص اللعبة دي في اقل من سنة، بس انا قعدت سنة اخلصها عشان كنت مشغول. بس اخيرا جبنا اول نهاية لينا وختمنا المود بتاع ريوبا وجبنا اس احسن رانك. احب اشكر الناس اللي كانت مكملة معايا من اول جزء خالص، والناس اللي كانت بتساعدني في الكومنتات وكانت بتقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. بجد شكرا لكم كلكم، شكرا على دعمكم. اللعبه بجد جميله جدا، وانا متحمس لحد ما اللعبه دي اخيرا تخلص. انا عارف ان بقالها اكتر من 10 سنين تحت التطوير ولسه ما خلصتش، بس اكيد مصيرها تخلص في يوم من الايام وهنختمها تاني ونشوف ايه اللي هيحصل بقى في النهايه ونشوف هيحصل ايه بعد كده لايانو. بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام. Senpai, I'm back from the store. I made sure to buy all of your favorite. Senpai? Senpai! No, no, no. This can't be happening. Senpai! Senpai! Where are you? Oh, no, no, no. Why would you leave me? I thought we were making progress. I thought you were finally starting to... Oh, wait. What? A letter? Dear Ryoba Aishi, we have taken your senpai out for some fresh air. We have no intention of harming him. We will return him to you, but first, you must pass a test. Come to the row of abandoned warehouses outside of town. We will be in warehouse AD79. Bring whatever you want with you, but come alone. You have 1 hour. Signed, Saisho Psycho, CEO and founder of Psycho Corp.